السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا شباب، وإن شاء الله كلكم بخير. ولا رجعت لكم بحلقة جديدة، وهي الحلقة 44 من سلسلة ماينكرافت. فأوكي شباب، فبهالحلقة 44 راح نسوي لكم سيارة لا تتوقف أبدا. فيلا بينا خلينا ننتقل للشارع شباب. أول ما ينتهي الشرح راح أشوف لكم فد مفاجأة. أوكي شباب، فبهذا الشرح راح نحتاج بلوكة الأيرون والسيجن والأوكبوت والواتر بوكت والريدستون. اوكي شباب، فاول ما راح نبدا بالشرح راح نجيب بلوكات ايرون. راح نيجي هنا راح نحط تقريبا 20 او 30 بلوكه هيك، يعني طول هيك على هذا الشكل. بعدين لما نكمل نجي هنا نقول 1 2 3 4، هنا على الخامسه راح نحط بلوكات ايرون هيك على هذا الشكل. نجي نجيب ريدستون نحط هنا 1 2 3 4، وتكملون كل هذا هيك تحطون ريدستون على هذا الشكل. نكمل هاي البلوكات. فاوكي شباب، راجع لكم لحد ما اسوي كل هذا على هيج، يعني ريدستون وبلوكات ايرون. اوكي شباب، وهسه بعد ما سويت كل هذا راح نجي هنا نحط هنا بلوكات يعني زايده. راح نجيب السيجن ونيجي هنا نحط ندوس الخطا ونحط ندوس الخطا، يعني هيج على هذا الشكل كانه ما بناء. بعدين هم نفس الشيء هيج على هذا الشكل. شوف شباب. اوكي شباب، وهسه راح نجي هنا نجيب بلوكات ايرون، راح نحطها هنا مرتين وهنا همين مرتين على هذا الشكل. هسه راح نجيب هنا نسوي هذا هنا على طابقين، شوفوا على هذا الشكل. ومن هنا هيك يعني نسوي على شكل مدرج لازم يكون. وهنا همين راح نجي منه على هذا الشكل، همين نسوي على شكل مدرج هيك على هذا الشكل. ومن هنا همين راح نجي نحط هنا بلوكات ايرون، همين نسوي مدرج. بعدين همين نجي نفس الشي من هنا همين نحط على هذا الشكل، لازم يكون هيجي شكل مدرج هيج على هذا الشكل. هسه نجيب الواتر بوكت راح نحطه هنا وهنا وهنا وهنا، شوفوا على هذا الشكل. هسه هنا راح نجيب الاوت بوت، نجي نجرب. شوفوا هسه راح نحط كأنما هاي السيارة هنا نركبها شوي تتحرك. شوف هو قام يمشي بعد، شفتوا شباب. طبعا اذا انتم سويتوا الريدستون اطول كان هسه يعني راح يقوم يمشي، يظل يمشي. سيارة لا تتوقف ابدا، شنو هاي ورع وخر منه. اوكي شباب، شفتوا، وبدون حتى لو انت ما تركب الاوكبوت، شوفوا بس هيك تدفع، شوف هو راح يظل يمشي، يعني شيء رهيب خرافي. اوكي شباب، اوكي شباب، انتوا جاهزين للمفاجأة؟ يلا 1 2 3. اوكي شباب، وطبعا انتوا شفتوا شنو هي المفاجأة. شكرا شكرا على 500 مشترك، ما باقي لنا شيء على 1000 مشترك غير بعد ال 500 ثانية. فيلا وصلونا. فاوكي شباب، وطبعا وصل لنهاية المقطع. اتمنى يعجبكم هذا المقطع، لا تنسوا تحطون اللايك والاشتراك بالقناة، ومع السلامة.